طمن برضو على بعثة منتخبنا المصري قبيل طبعا اللقاء الهام اللي بيفصلنا عنه ساعات قليلة جدا، عشان كده بينضم لينا من كوت ديفوار الزميل العزيز المتألق خالد رزق. خالد مشرفنا ومنورنا. مساء الفل عليك يا حازم، ودايما منور وطارق حازم. خالد، في الحقيقة يعني دايما انت بتقدم تغطيات مميزة عبر شاشات اون تايم سبورتس، فعايزين بقى نستعين بقى بيك كده وتقول لنا ايه الجديد عندك. يعني خليني اقول لك ان المنتخب يعني الحمد لله في حاله جيده جدا من التفاؤل والتركيز من اللاعبين. اللاعبين منتخب مصر كلهم على قلب رجل واحد، وزي ما النهارده صراحه اتكلم في المؤتمر الصحفي ان مفيش حاجه اسمها لعيب كبير ولعيب صغير، مفيش حاجه اسمها منتخب بيلعب باسم لاعب، ولكن اللعيبه اللي في الملعب كلها او حتى على دكه البدلاء كلهم بروح واحده وبقلب واحد بيلعبوا الفانيلا. وجه بعض الاسئله لصلاح عن ان في بعض الانتقادات ان يعني مستواك مع المنتخب مش زي مستواك مع ليفربول، ويمكن هو نفى الكلام ده تماما وحتى خده باستفامه ان هو يعني اكيد مش هعمل كده واكيد ده مش كلام منطقي، ولكن اللي عايز يقول يقول، وانا بحترم كل الاراء وبحترم كل الانتقادات، وطبيعي ان الناس تنتقد، طبيعي ان يكون لما يكون في نتائج سلبيه امر طبيعي جدا يكون في انتقاد، وهو بيتقبل الكلام ده كله وما عندوش مشكله معاه خالص، ولكن هو كان بيتكلم على موضوع الانتقاد واضح عند منتخب مصر في بعض الاوقات ان ممكن ده بيؤثر بالسلب على بعض اللاعبين اللي ما عندهمش خبرات كبيره قوي، اللي هم ممكن بيتاثروا بالانتقادات، ويمكن حتى قال ان في بعض اللاعبين ما بيفرقش معاهم او بيبقوا متعودين او عارفين الموضوع بيمشي ازاي، في بعض اللاعبين اللي هو شخصيا كصلاح وهو بيتكلم قال لك انا بحس في بعض اللاعبين ان هم ممكن بيتاثروا شويه، وده بيبقى دور كباتن المنتخب ان هو بيتكلموا مع بعض ويشجعوا بعض على ان هم يكون في يعني قوه وان يكون في تركيز وان يكون في هدف بيسعوا وراه وما يلتفتوش لاي انتقادات او لاي كلام، وبالعكس ياخدوا الكلام والانتقادات بشكل ايجابي عشان يقدروا ان هم يكونوا موفقين بشكل اكبر. طبعا احنا دلوقتي موجودين في موكب منتخب مصر اتجاها لجردان بوتانيك، وهو ملعب التدريب الخاص بمنتخبنا الوطني، واللاعبين كلهم يعني مركزين قبل الانطلاق الى ملعب المباراه، اللاعبين كلهم بيتجمعوا في فندق الاقامه وبيروحوا بيشربوا حاجه، اللي عايز يشرب شاي، اللي عايز يشرب نسكافيه قبل الانطلاق الى ملعب التدريب، واللعيبه كلها مركزه ومتفائله. محمد صلاح طبعا عن غيابه وعن اصابته، طبعا هو غيب مباراتين، ولكن صلاح بنفسه اتكلم وقال ان هيتم تحديد الموعد الرجوع بناء على التعليمات اللي هتيجي والتفاهم والكلام اللي هيحصل بين نادي ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر، والكلام ده هيحصل النهارده او بكره الصبح ان شاء الله، دي في تليفون ومتابعه، ومن خلال الجهاز الطبي نادي ليفربول ايضا هيشوف الاجراءات الطبيه وحاله محمد صلاح وصلت لفين، بناء عليه هيبدا ياخد قرار مع الجهاز الطبي لمنتخب مصر عن امكانيه عوده محمد صلاح، ويعني نتمنى طبعا تكون عوده سريعه ومبكره، لان طبعا وجود محمد صلاح بيفرق كتير جدا في الملعب. في اي اصابات ثانيه يا خالد غير صلاح؟ يعني لا الحمد لله ان شاء الله ما فيش اي اصابات ثانيه، وان شاء الله ما يكونش يا احمد في اصابات ثانيه ان شاء الله باذن الله. المباراه حساسه جدا، المباراه في توقيت صعب جدا، كاب فيردي من المنتخبات القويه جدا، الحصان الاسود بتاع البطوله، ادت اداء كبير في المباراتين السابقتين وعندهم لعيب على مستوى عالي، وطبعا المدير الفني كاب فيردي النهارده هو بيتكلم وقال ان طبعا منتخب مصر منتخب كبير، عارف قيمه منتخب مصر، عارف مكان منتخب مصر، عارف امكانيه لاعيبه منتخبنا الوطني، فبالتالي المباراه مش هتكون سهله. وحتى كان ليا سؤال ليه عن ان طبعا تضمنت الصعود لدور ال 16 مرتاح طالع اول مجموعه، فهل هيكون المباراه بكره هيكون التركيز فيها والقوه فيها هتدفع باللاعبين الاساسيين وهيكون في تركيز فيها، وحاول يهرب من السؤال بشكل ما، وقال لي يعني بس انا عارف ان انت مش هتسيبه برضه يا خالد. ما انا لما اجيبه في اي حاجه تانية مش هسيبه طبعا. طب خالد بقربك يعني بقربك من المشهد، عايزك تقول لي التشكيل المتوقع لمنتخبنا باذن الله بكره امام كاب فيردي. بص يعني خليني اقول لك ان يعني كتشكيل متوقع هو التشكيل الثابت اللي لعب بيه كوتش ريف فيتوريا في الماتشات السابقه هيكون هو نفس التشكيل، يمكن كان حصل تشكيل في طب ما تقول قول لنا ال 11 كده يا خالد اللي انت اللي انت اللي انت يعني بتتوقع. انا عارف ان الحاجات دي ممكن تعمل لك مشاكل عندك طبعا مع اي حد في المنتخب، ولكن انت من قربك للمشهد تقول لنا التشكيل المتوقع يعني. بص خلينا اجيبها لك بطريقه ثانيه، ممكن نلاقي زيزو موجود في الملعب في المباراه القادمه. خط الظهر هيكون فيه ثبات، وبالتحديد كمان يعني يمكن كان وجه بعض الاسئله للكوتش روي فيتوريا عن تحديدا خط الظهر، وكانوا بيتكلموا مع الكوتش على ان منتخب مصر استقبل اهداف في المباراتين السابقتين وفي بعض الاخطاء الدفاعيه، وكان الكوتش روي فيتوريا رد يعني ذكي شويه، اللي هو ما حبش ان هو يلوم حتى او ما حبش ان يتكلم عن جزئيه معينه في الملعب، ولكن يتكلم على ان اكيد في اخطاء
الدفاعيه، ولكن طب معلش يا خالد، بس انا عايز استفسر منك على حاجه، هل هيكون في تغييرات في نص الملعب؟ يعني النني هيكون موجود برضو، ولا هيغير فكره شويه في حته رقم 6 ويبتدي يلعب دستروير او حد رقم 6 في نص الملعب؟ وهل هيكون في تغييرات اخرى موجوده في تشكيل منتخبنا بخلاف زيزو؟ بخلاف زيزو غالبا الموضوع هيبقى مستقر على ما هو عليه، هيلعب بالتغييرات وبالتبديلات. قصه النني من وجوده من عدمه طبعا دي حاجه يعني ايه، يعني بتبقى راجعه للكوتش روي فيتوريا من قبل الجهه الفنيه اكيد نظره، لان في حاجه ممكن الجمهور او الشعب عامه ما يبقاش واخد باله منها، ان في جزئيات معينه ومهام معينه لكل لاعب. محمد النني اتفقت ان اختلاف ناس شافت ان هو اداؤه كان جيد او مش او غير موفق في المباراه السابقه، ولكن بيكون في ساعات ادوار بيلعبها اللعيب بتكون من وجهه نظر المدير الفني بتكون هي احتياجه. طب سؤال اخير يعني يا خالد، هل المباراه بتاعت بكره ان شاء الله هتكون على نفس الملعب؟ اه طبعا بيكون على نفس الملعب فريق بوانيه، وفي حال ان احنا لا قدر الله بعد الشر طلعنا مركز ثالث وهنلعب على احسن توالت هيكون في مدينه بواكيه. لو طلعنا مركز ثاني ان شاء الله ونفوز مباراه الغد ونكون مركز ثاني، ساعتها هيكون مباراه دور 16 هيكون في مدينه سان بيدرو. دايما يا خالد متالق، وبتمنى لك كل التوفيق باذن الله، ونتابع معاك بكره ان شاء الله. ان شاء الله يا حضرتك، خليك.